احنا تكلمنا عن المباشرة وذهبنا إلى أيضا الشكل الثاني اللي هو الشكل غير المباشر، وقلنا أنه في موضوع المفاوضات غير المباشرة غالبا ما يتم ذلك بين أطراف، يعني في بعض الأحيان لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية أو اعتراف دولي محكوم بقواعد القانون الدولي، كما هو الحال في الحرب بين الكيان الإسرائيلي ومنظمة حماس مثلا، أو كما حصل في مفاوضات أوسلو بين الكيان الإسرائيلي ومنظمة التحرير الفلسطينية، أو أيضا كما حصل في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وثوار الثوار الفيتناميين، وكثير من الحالات هذه تدخل بها يعني وحتى بين الدول التي تمتلك علاقات دبلوماسية أيضا، ولكن قد تصل الأمور إلى درجة من القطيعة تفضي إلى ذهاب الأطراف أطراف الأزمة إلى الطرف الوسيط الغير مباشر الذي يأخذ على عاتقه محاولة تقريب وجهات النظر وصولا إلى عقد مفاوضات في مرحلة لاحقة ربما تكون مفاوضات مباشرة، بما يؤدي إلى تطويق الموقف وإيجاد حل حل الموقف المتأزم. فإذا كانت الجهود قد تفضي، المهم هو هذا، الجهود تفضي إلى جلوس الأطراف الدولية المباشرة على طاولة التفاوض لاحقا بعد نجاح الأطراف غير المباشرة في التوصل إلى أسس تفاوضية مقبولة لدى طرفي أو أطراف الأزمة، فإن من الصعوبة جلوس في هذه الحالة طرفين أحدهما لا يعترف بالآخر على طاولة المفاوضات المباشرة، الأمر الذي يجعل الأطراف الوسيطة تمتلك مفاتيح طرح البدائل. وهنا نتذكر مثلا الدور القطري في المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، حتى تم التوصل إلى الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وإعادة تسليم السلطة إلى منظمة طالبان في أفغانستان. لذلك أو تأسيسا عليه، يمكن تقسيم المفاوضات كما ذكرت إلى مباشرة وغير مباشرة، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كلا الحالتين على تأخذ أشكال متعددة وبمقاصد مشتركة، وكالآتي: التفاوض، أولا التفاوض بين أطراف الموقف بما يحقق مصالح متبادلة لأطراف الموقف. اثنين، التفاوض بين طرفين، وهذه تحصل في حالات الحروب، في كثير من الحروب حصلت، هو التفاوض بين طرفين أحدهما منتصر والآخر منكسر، يغلب على صفة التفاوض هنا صفة الإكراه من أجل تحقيق مكاسب لصالح الطرف الأقوى، وهذا ما حصل في الدول التي خسرت الحروب، كما حصل في ألمانيا مثلا بالحرب العالمية الثانية، واليابان في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإلى آخره. ثالثا، هناك تفاوض أيضا أولي، أو لنقل أنه استكشافي، بقصد معرفة كل طرف نوايا الطرف الآخر وتحديد قيمة ونوعية المفاوضات وجدول الانتقال إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات الجدية. أربعة، تفاوض تسكيني، بمعنى تسكين الموقف، تهدئة الموقف لموقف الناشئ بقصد منعه من التحول إلى صراع. خمسة، تفاوض طرفين من أطراف العلاقات الدولية يفضي إلى تبني موقف مشترك ضاغط على طرف ثالث أو أطراف أخرى بقصد دفعها نحو تفهم مصالح عليا يجب أخذها بنظر الاعتبار في مرحلة أخرى من المفاوضات الأشمل. وهذا الشكل غالبا ما يتصل بموقف دولي يؤثر على مصالح واسعة للمجموعة الدولية. سادسا، تفاوض وسيط
يتدخل بين طرفين أو مجموعتين من أطراف العلاقات الدولية بقصد التوصل إلى برنامج مقبول يمكن جميع الأطراف المختلفة حوله من التوصل إلى حل مقبول. مثال ذلك بشكل سريع، مثلا الموقف الروسي في الوساطات المتتالية التي عقدتها روسيا الاتحادية بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورني كاراباخ إلى آخره. وفي كلا الحالتين المشار لهما آنفا، سواء أقصد الشكل الأول أو الشكل الثاني أعلى، فإن المفاوضات تتوزع بدورها إلى حالتين. الحالة الأولى هي المفاوضات التي تتم في ظل أزمة تحصل نتيجة أفعال وردود أفعال بين طرفين أو أكثر، قصد تطويق واحتواء الأزمة وإيجاد حل مقبول يجنب الأطراف تطور الأزمة إلى مستوى الصراع. الحالة الثانية هي المفاوضات التي تتم بين الأطراف بعد تفجر الأزمة وتحولها إلى حالة الحرب، وبقصد منع تطور الصراع أو الحرب إلى حالة أوسع من أطراف الموقف، قد تهدد السلم والأمن الدولي كمرحلة أولى نحو مرحلة أخرى لاحقة يتم فيها التوصل إلى خيار توافقي تختفي معه أسباب استمرار الأزمة وتهديد السلم والأمن الدولي. وبشكل عام، فإن المفاوضات تبقى هي أحد وسائل فض المنازعات الدولية، بيد أنها أيضا تتوزع بين مفاوضات ملزمة للأطراف الموقعة على معاهدات تلزم نفسها اللجوء إلى المفاوضات في حل النزاعات بينها لأي سبب كان، أو تلك التي يصدر بها قرار ملزم من أحد مؤسسات النظام الدولي، منها مثلا محكمة العدل الدولية أو مجلس الأمن الدولي، ومفاوضات اختيارية تذهب إليها أطراف النزاعات تتوافر على قدر كبير من حسن النية في حل الأزمات. وأنها بذلك تتم عبر اللقاءات كما ذكرنا المباشرة، أو تبادل المذكرات الدبلوماسية، أو عبر مؤتمرات دولية يتم الدعوة لها من قبل أحد أعضاء المنظمات الدولية، يتم في ضوئها تحديد مكان إجراء اللقاءات وتوقيتها وبرنامجها بقصد التوصل إلى اتفاق مكتوب يعرض على السلطات ذات الصلة، سواء كانت هذه السلطات تشريعية أو تنفيذية لأطراف الأزمة بقصد إقرارها والتوقيع عليها واعتبارها وثيقة دولية ملزمة لجميع الأطراف وبضمانات دولية. وفي هذه الحالة فإن غياب الثقة بين أطراف الأزمة يدفعهما إلى طلب ضمانات تلزم أطراف التفاوض بما يتم الاتفاق عليه، وأن هذه الضمانات قد تكون بأحد الأشكال الآتية: أولاً، حضور عدد من الدول في إدارة المفاوضات والتوقيع على ما يتم الاتفاق عليه بصفتها بلدان ضامنة تؤمن التزامات طرفي الأزمة، كما حصل في مشاركة مجموعة الدول الأوروبية الثلاث زائد اثنين، ثلاثة زائد اثنين، أي فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين ضمن الخطة المشتركة مع إيران والولايات المتحدة لتأمين سلمية البرنامج النووي الإيراني. اثنين، مبادرة من طرف محدد تتضمن مشروعا لاتفاق لاحق بين طرفين متنازعين تفضي إلى مفاوضات مباشرة تنجز معاهدة أو اتفاق يتم وفقه حل الأزمة وسبب التحول نحو صراع يهدد السلم والأمن الدولي. ومن أمثلة ذلك مثلا الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة والصين بداية السبعينيات من القرن الماضي، بحكم العلاقة المتطورة للباكستان مع كلا الدولتين أو القوتين عقد السبعينيات، والتي أدت إلى انفراج في العلاقات بين الطرفين منذ ذلك الحين إثر زيارة الرئيس الأمريكي نيكسون للصين عام 72، وما حققته من انعطافات تركت تأثيراتها بشكل واسع على مجمل الوضع الدولي. في حين مثلا فشلت الوساطة السعودية في المفاوضات بين العراق والكويت عام 90 91 في اجتماع جدة،
بسبب أن النوايل مبيتة من المفاوضات، وهذا موضوع طويل ليس مجال البحث فيه الآن، ولكن لم تكن النوايا صادقة، كما لم يكن المتفاوضون من طرفي النزاع على قدر واسع من الخبرة والقدرة والصلاحية والإمكانية وإلى آخره، التي تذهب بهم إلى التوصل إلى اتفاق كان بالإمكان لو توفرت النوايا أولاً. ثانياً، لو توفرت المزايا لدى المتفاوضين من كلا الطرفين، لأدى هذا إلى تجنيب البلدين الكوارث وتجنيب المنطقة العربية بل والعالم إلى ما ترتب على ذلك النزاع أو على تلك الحرب التي اندلعت لاحقا بسبب الفشل في التوصل إلى نتيجة، وما أدى ذلك إلى نتائج لا يزال النظام الدولي عموما والمنطقة العربية خصوصا تعاني منها ومن تداعياتها. إن هذا الشكل من الوساطات يقترب إلى درجة كبيرة من الوساطات التي بادرت فيها كل، مثلا أيضا على سبيل المثال هذا الآن مثلا تركيا والصين، هناك محاولات تركية وهناك محاولات من الصين ومحاولات أيضا من بعض بلدان الخليج العربي وغيرها للتوصل إلى حل في الحرب الروسية في أوكرانيا عبر طرح مجموعة من المبادرات والزيارات، وهذا الموضوع صار من بداية يعني العمل العسكري الذي قامت به روسيا داخل أوكرانيا لحد الآن، ولم يتوصل لم يتوصلوا إلى حل، ولكن هناك مبادرات، وهذه المبادرات هي بشكل غير مباشر يحاولون من خلالها التوفيق بين وجهات النظر، ليس الأطراف المباشرة، وإنما يأخذون بنظر الاعتبار القوى الأخرى، يعني موقف حلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة والموقف الآسيوي والمواقف الأخرى ذات الصلة، وليس فقط الأطراف المباشرة أقصد بهم روسيا وأوكرانيا. الشكل الثالث في هذا الموضوع هو يتمثل في أزمة أو صراع بين طرف دولي وطرف أو أطراف أخرى لم تحظى وقت الأزمة بالاعتراف الدولي كما يحصل بين دول وأنظمة التحرر لا يعترف أحدهما بالآخر. هنا تعمد منظومة دولية ومجموعة دول لأخذ المبادرة والتدخل عبر الدعوة إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة كما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بغزة. وكذلك أيضا هناك شكل آخر من هذه الأشكال من ضمن هذا الشكل هو ما حصل في الحرب البوسنية مثلا، كذلك الحال حينما تدخلت المجموعة الأوروبية مثلا وحلف الناتو بقيادة أمريكية في حروب يوغوسلافيا وتقسيمها وتفكيكها وإعلان الاستقلال للدول الاتحادية اليوغوسلافية وتشكيل دول جديدة تحت ضغط وتدخل قوى الناتو إثر مجموعة حروب دموية شهدت جرائم إبادة جماعية ضحيتها عشرات الآلاف من الناس، انتهت باتفاقية دايتون للسلام التي أنهت الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين 1992 1995 بتدخل أمريكي مباشر لإجراء مفاوضات شارك فيها وفود من صربيا وكرواتيا والبوسنة، وأدت إلى وضع حد لحرب دارت في منطقة البلقان بحضور دولي وبضمانات قوات حفظ السلام. أيضا هناك مبادرة ضمن هذه الأشكال، قد تحدث مبادرة من طرف محدد تتضمن مشروعا لاتفاق لاحق بين طرفين متنازعين تفضي إلى مفاوضات مباشرة تنجز معاهدة أو اتفاق يتم وفقه حل الأزمة وسبب التحول نحو صراع يهدد السلم والأمن الدولي. من أمثلة ذلك كما ذكرنا في موضوع الباكستان والصين.
أن ما تقدم من أشكال للمفاوضات لا يغفل بالطبع الأشكال الأخرى غير الرسمية أيضا، هذه كما ذكرنا. لذلك يعني مجمل هذه الأمور التي ذكرناها هي تعتمد على إذن على مسائل أو أركان أساسية. الركن الأول هو طرفي المفاوضات أو أطراف المفاوضات، والركن الثاني هي المتغيرات المؤثرة في المفاوضات. حين يتشكل موقف متأزم من أطراف العلاقات الدولية ويذهبون إلى اعتماد أسلوب المفاوضات لإيجاد حل مرضي توافقي، فإن من الطبيعي أن تتأثر عملية التفاوض بمجموعة المتغيرات المؤثرة في الموقف، وهذه المتغيرات قد تكون متغيرات إقليمية، قد تكون متغيرات دولية تترك تأثيراتها الفاعلة باتجاه اختيار البديل المناسب لحل الأزمة، حيث تتوزع هذه المتغيرات، يمكن توزيعها إلى أيضا إلى شكلين من أشكال المتغيرات. هناك متغيرات داخلية تخص أطراف النزاع نفسه، وهناك خارجية تحيط بالموقف وتؤثر فيه. ونقصد بالمتغيرات الداخلية، حتى راح أختصر راح أنتهي، المتغيرات الداخلية تشمل شخصيات التفاوض والوحدة القرارية التي يرتبطون بها، حيث تتشكل الوحدة القرارية وفقا لطبيعة النظام السياسي بين وحدة قرارية مستقرة ضمن نظام سياسي مؤسسي ترتبط بها وحدة جمع وتحليل المعلومات التي تتشكل عادة من خبراء استراتيجيين ترتبط بهم شبكة من المعلومات، جمع المعلومات من مصادر متعددة، وهناك هذه المعلومات ينبغي أن تكون على قدر واسع من الدقة، قدر عالي من الدقة والمصداقية، يستطيع في ضوئها أعضاء الوحدة القرارية بموجب خبراتهم المتراكمة وتجاربهم من تصنيف هذه المعلومات واختيار البديل المناسب. أن هذا التوصيف طبعا لا ينطبق بشكل كبير على أطراف التفاوض الذين يتم اعتمادهم بشكل شخصي أو مزاجي وفقا لأسس الثقة بدلا من أسس الخبرة في الأنظمة الشمولية بين قوسين غير المستقرة، وهو الأمر الذي يعرض المتفاوضون إلى إحراجات أو الذهاب إلى تبني خيارات صعبة، وربما فشل المفاوضات وربما إعطاء تنازلات كبيرة أيضا. وهنا نتذكر مثلا بشكل سريع المفاوضات التي جرت بين مصر في زمن الرئيس الراحل أنور السادات والكيان الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كتب كيسنجر لاحقا أن الوفد المصري يعني برئاسة السادات أعطى تنازلات غير لم تكن مبررة، حتى أن كيسنجر يقول أنه لو أن السادات سمح لي للتدخل في هذا الموضوع لجعلت مصر تأخذ مكاسب أكثر مما حققها أنور السادات في هذه المفاوضات. وإحنا نتذكر دائما أن هذه المفاوضات أدت إلى انسحاب وزير خارجية مصر في حينها، ما لا يحضرني اسمه بالوقت الحاضر، من المفاوضات بسبب يعني شخصنة المفاوضات، أن المتفاوض أو المفاوض يحصر يجعل دماغه هو صانع القرار دون الاستعانة أو استشارة الآخرين من أهل الخبرة والكفاءة وإلى آخره. وهذه مشكلة المفاوضات في الأنظمة التي لا تعتمد المؤسساتية في عملية اتخاذ القرار واختيار البديل. أما المتغيرات الخارجية كما تعلمون حضراتكم، نقصد بها مجموعة العوامل الخارجية التي تتفاعل مع أطراف المفاوضات وتؤثر لسبب أو لآخر بطبيعة الموقف سلبا أو إيجابا. وفي هذا الإطار فإن المفاوضات في مسائل تسوية النزاعات بين الدول والمنظمات تتأثر بمجموعة المتغيرات الخارجية التي تشكل ضغوط متفاوتة التأثير على المفاوضين والموقف التفاوضي. تبعا لحجم وحساسية التأثير يمكن لمن يرغب بالتفاصيل متابعة كثير من الحالات التي نشأت في
المفاوضات ذات الصلة بالعلاقات الدولية. إذن قدر تعلق الأمر بالمفاوضات، فإن المتفاوضون يتأثرون بطبيعة الضغوط الاقتصادية والأمنية واتجاهات الرأي العام الدولي والمصالح الدولية وغيرها من المتغيرات الخارجية تبعا لحساسية الموقف وتفاعلاته إقليميا ودوليا. وهنا تبرز مهارة المتفاوضون والمستندة أساسا على مهارات وقدرات وإرادات صناع القرار واستقرار وحدتهم القرارية. في النهاية، في نهاية هذه المحاضرة، أعتقد أنه أنا راح أكمل الساعة تقريبا، أن الأزمات التي تقتضي اللجوء للحوار والمفاوضات بين الأطراف المباشرة لها تداعياتها، هل ليست على طرفي أو أطراف الموقف، وإنما على المحيطين الإقليمي والدولي. ولذلك المفاوضات الناجحة هي المفاوضات التي يعتمد فيها عناصر قادرة على التفاوض، كما ذكرنا في البدء، لديها إدراك واسع للموقف، لديها إدراك للإمكانيات، القدرات الذاتية، ولديها إمكانيات وقدرات لإدراك الموقف الدولي وما سوف يترتب عن الموقف الدولي، أين يمكن أن يضعوا أقدامهم، كيف يتصورون رأي أو وجهة نظر أو موقف القوى الدولية. يعني الآن على سبيل المثال، لو افترضنا أن هناك وساطة نجحت بين روسيا وأوكرانيا، أي مفاوضات تجري في هذا الشأن لابد أن يأخذوا بنظر الاعتبار مصالح أوروبا، مثل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، مصالح الصين، مصالح الدول الأخرى. هذه ليست معزولة عن أطراف التفاوض. إذن المتفاوضين في مثل هذه الحالات لابد أن يأخذون بنظر الاعتبار هذا الموضوع. أختم هذه المحاضرة بأن المفاوضات كانت ولا زالت وسوف تبقى هي الوسيلة الأفضل والأنجح في حل النزاعات السلمية، ولكن مدى نجاح المفاوضات في تحقيق السلم والأمن بين الطرفين، بين أطراف الموقف أو بين السلم والأمن الدولي أو الإقليمي، هذا الموضوع يعتمد على المفاوضات. فتبقى المفاوضات هي الوسيلة الأنجح بعد أن تأكد عبر مئات التجارب أن الحروب لن تنتج حلا نهائيا قطعيا، إنما الحروب قد تؤدي إلى خسارة طرف وإلى ربح طرف آخر، لكنها لن تكون نتيجة إلا لمرحلة معينة، ثم تعود الحروب مرة أخرى بسبب عملية الانكسار، انكسار أحد الطرف وفرض الإملاءات من الطرف المنتصر. ولذلك فإن المفاوضات الحقيقية، المفاوضات الناجحة نقصد بها، أن هي المفاوضات التي تترتب لها جميع أركان المفاوضات الناجحة، والتي تؤدي إلى حل مرضي لجميع الأطراف، بما يؤدي إلى تحقيق السلم والاستقرار الدولي. أتوقف عند هذا الموضوع، وآسف إذا أخذت من الوقت، مع اعتزازي وشكري وتقديري لحضراتكم جميعا. تحياتي. شكرا لك دكتور على هذا التقديم المتميز، بارك الله بكم، نتمنى لكم دوام التوفيق والصحة والخير. الله يعني. دكتور الآن، هل صوتي مسموع؟ نعم دكتور تفضل. أوكي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أود أن أشكر المركز العربي الديمقراطي العربي في ألمانيا لإتاحة الفرصة لنا للتحدث في رحابه، سواء يعني أنا وأخي وزميلي العزيز الأستاذ دكتور هاني. أنا شرفت،
شرفت فيك دكتور اليوم الله حضرتك. يحفظك. وسأبدأ أنا من حيث انتهى دكتور هاني، باعتبار أن المفاوضات هي أنجع وسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية. لماذا أبدأ من هنا؟ لأن كثير من مشكلات العلاقات الدولية تتعلق بالأمر الجيوبوليتيكي تحديدا. هنالك دائما مشاكل جغرافية على الحدود، على المضايق، على الأراضي، على يعني دعنا نقول الجبال. هنالك دول تشعر بأنها مظلومة، وحقيقة بالمناسبة أنا يعني واحد من الدول المهمة في منطقة في وطننا العربي المظلوم من ناحية الحدود هو يعني بلدي العزيز العراق. أنا في كتابي احتلال ما بعد الاستقلال وصفت العراق بالنصف مليون كيلومتر تقريبا مربع، اللي هي 400 كذا، وصفته بفيل يستند على خرطومه الذي فيه منخرة، منخر تشارك فيه دولة عدوة حقيقة اللي هي إيران، والمنخر الآخر تشاركنا فيه دولة شقيقة لدينا معها بعض المشاكل اللي هي الكويت. فهالنص مليون كيلومتر في كل ثقلة الموظف في نقطة ارتكاز وحدة بفتحتين يفسر لنا كثير من المشاكل التي يعاني منها العراق في موضوع العلاقات الجيوبوليتيكية مع الجوار. طبعا العلاقة الجيوبوليتيكية مع دولة الجوار العدوة للعراق التي هي إيران، أنا لا يعني لن أتوانى عن أن أسميها العدوة، لأنهم يعني بالأخص تحت نظام الحكم الحالي دون ما يعني استفزاز لأحد، إيران بلد ليس صديق. بدأت محاضرتي الموجودة بين أيديكم، وأنا يعني سأمر عليها مرور بالطريقة التي أنا أحاول أن أعرضها. مررت على أو بدأت محاضرتي بما يخص تشكيل الدولة القديمة، يعني متى تشكلت الدول القديمة ومتى بدأ موضوع الجيوبوليتكس يظهر فيها. بالمناسبة كلمة الجيوبوليتكس، ولذلك نحن نستخدم جيوبوليتكس لأسباب يعني حقيقة إدراكية، يعني جيو باللغة اللاتينية لها مجموعة من المعاني، أولها الأرض، يعني هو الكون الأرضي أو يعني الكوكب الأرضي هو جيو. فإذا عندما نقول جيو بوليتكس معناها أن هنالك فعالية معينة تتعلق بوصف الجيو اللي هي الأرض. طبعا الجيو معانيها كثيرة، واحد منها الأرض وواحد منها الجغرافيا. طيب، فمنذ أن بدأت الإنسانية والبشرية تحاول أو نجحت في أن تشكل دويلات المدن في ما بين النهرين في العراق القديم، وبالمناسبة العراق هو قديم، يعني قدم أوروك الذي منه أتت كلمة العراق. منذ أن بدأت يعني العالم القديم والحضارة البشرية التي بعثتها حضارة العراق القديم ما بين النهرين وتشكل الدويلات المدن، بدأت كل مدينة أوروك، لاريسا، آسن، يعني بإمكاني أن أعدد الكثير من هذه المدن، بدأت كل أور بدأت كل مدينة من هذه المدن تنظر إلى المدينة التي إلى جوارها وتحاول أن تستحوذ عليها لتوسع من نفسها. وهذا كان في الحقبة السومرية التي تسيدت في نهايتها أور على تقريبا المثلث الجنوبي الذي يشكل العراق اليوم، خلينا نقول من خط بغداد الفرات فلوجة
بغداد، هيت، أي اختر ما شئت، وإلى الجنوب إلى الخليج العربي الذي كان حقيقة في تلك المراحل قريب جدا من أور. يعني كانت أور تقريبا ميناء لهذه المنطقة، ولذلك تمكنت هي بسبب هويتها الحضارية أن تتسيد وتشكل هذا. لكن في هذا الوقت حصل انقلاب كبير عندما ظهر إلى الوجود الأكاديين، وهؤلاء يعني نحن نعرف نورامسين مثلا، هؤلاء بدأوا يتوسعون ليس فقط يعني فرض سيطرتهم على العراق القديم، ولكن بدأوا يتوسعون باتجاه الشمال والشمال الغربي، ونجحوا هنا. هذه نقطة مهمة جيوبوليتيكية مهمة جدا، بأن يقدموا للبشرية أول إمبراطورية، إمبراطورية واسعة تبدأ من الخليج العربي البحر الأسفل إلى البحر الأعلى الذي هو البحر المتوسط. وطبعا هذا كله بفضل سرجون الأكاديمي، وهو كان أو هو الذي أسس هذه الإمبراطورية. فمن هنا بدأ عصر الإمبراطوريات، وبنفس الوقت بدأ عصر التنافس على الحيازة، لأنه كلما يتوسع يجد أن هنالك أرض تفيده فيذهب إليها لكي يحمي نفسه أولا، ولكي يستفيد من مواردها ثانيا. هذه نقطة مهمة جدا. الموضوع الآخر أيضا حصل بالدولة الشقيقة، بالحضارة الشقيقة للحضارة الرافدية، اللي هي حضارة وادي النيل، الذي بدأت يعني بعد بضعة قرون، 2 3 قرون 4 قرون. يعني هذه الحضارة أيضا عمل أو فعل للجيوبوليتيك فعله في دفع ملوكها القدماء لكي يندفعوا باتجاه وادي النيل إلى الجنوب، ونجحوا في أن يوحدوا الوجه البحري مع الوجه القبلي، ثم اندفعوا باتجاه النوبة، وظل هذه الرغبة بالاندفاع نحو الجنوب هاجس لكل حاكم قوي يحكم مصر. ليه؟ لماذا؟ لأن وادي النيل، مصر هي هبة النيل، فإن لم يكن وادي النيل مؤمنا لصالح السلطة الحاكمة في مصر، عند ذلك تبدأ المشاكل ويبدأ الضعف. ومن هنا نجد إلى حد أحفاد محمد علي، إلى حد إسماعيل، الحقيقة خديوي إسماعيل، كانت البعثات المصرية تتوغل في أعماق أفريقيا مع اتجاهات وادي النيل، محاولة الوصول إلى هناك والسيطرة على تلك المنابع. وهذه طبعا واضح بالنسبة أن يعني ما هو مفهوم الجيوبوليتيك منذ فجر التاريخ. طيب، بعد هذه المقدمة، يعني هو ما هو الجيوبوليتيك؟ أنا قلت هو واصف وموصوف. جيو الأرض وهي الجغرافيا، وبوليتكس اللي هي السياسات وليس السياسة. فإذا عندما نقول الجغرافيا السياسية، هذا ليس تعبيرا يعني صحيح، لأن السياسات معطوفة على الجيو، على الكوكب، وهي الدافع له. فإذا الجيو اللي هو الجغرافيا، لكي تطبق مصالح الدولة عليك أن توظف سياساتك لكي توصلك إلى هذه النتيجة. هذه أيضا نقطة حقيقة مهمة جدا علينا أن نأخذها بهذا الاعتبار، ونبدي نسأل نفسنا يعني من وين جتي، يعني من وين جتي هاي الجيوبوليتكس. يعني الحقيقة هي مجموعة من العلماء، وحتى الآن، حتى الآن هذا العلم يتطور، ولذلك أنا وصفته بأنه علم متعدد الطبقات، في كل يوم نجد له شيء جديد. فحقيقة أول المفكرين هم كانوا المفكرين الأوروبيين، وهنا المفكرين الأوروبيين لدينا مدرستان،
مدرسة بدأها السويدي، ثم التقفها منه الألمان. وهذه المدرسة طبعا التي أنا الآن يعني متواضعا أعارضها بشكل كبير، ليست فكرة ناجحة وأفكارها مخربة أيضا. ليش؟ لأنها بدأت يعني عندما طبعا إجانا راتزل، وبعدين إجانا سبايكمان، وبعدين بدأوا يعني بدأوا إجانا ماكندر، فالإنجليز والألمان بدأوا ينظرون نحو الستيبي، نحو الهضبة التي تشكلها سيبيريا وآسيا الوسطى، أي آسيا العليا، يعني آسيا ما فوق، دعنا نقول سلسلة الكاراكورام وما إليه. طيب، قالوا هؤلاء، افترضوا بأن من يسيطر على هذه الستيبي، هاي الهضبة، يسيطر على العالم أو يحكم العالم. وهذه النظرية هي التي دفعت هتلر للاحتلال تقريبا 3/4 روسيا الأوروبية، وهي التي يعني دفعت بوتين الآن الذي يتبنى وجهة نظر الجيوبوليتيك الكبير الحقيقة الروسي، اللي هو دوغين، إلكساندر دوغين، للاندفاع. نظرية أو الفكرة التي يعني نشأت في عقل هتلر هي ما تسمى الاندفاع إلى الشرق، دراجن ناخ أوستن. وذهب لهذا السبب، لأنه يعتقد بأن الذي يسيطر هناك سيحكم العالم. ولربما أنا أقامر وأقول أن هذه الفكرة قديمة جدا أيضا، وهي التي دفعت الإسكندر الأكبر لكي يندفع باتجاه الهند. لكن الآن هذه النظرية حملت بذرة، من وجهة نظري لا زال الكثيرون ومنهم دوغين يبشر بها، لكنها حملت بذرة يعني وفاتها، لسبب بسيط، بأن الاتحاد السوفيتي الذي انهار في 91 كان يسيطر على هذه الهضبة بشكل كامل، من مضيق بيرنغ إلى جبال الأورال، ولكنه لم يحكم العالم، لم يتمكن من حكم العالم، بل ظل يعاني من كونه كيان، برغم هاي 22 مليون كيلو متر مربع، أنه كيان يعني محصور، شبه مخنوق. وسوف أبين لكم لماذا أو ما هو سبب أنه هو شبه مخنوق في يعني تضاعيف المحاضرة التي سنتحدث عنها. انظر إلى هذه الخريطة التي أمامك، التي هي خريطة الوطن العربي، نجدها مليئة بالمشاكل الجيوبوليتيكية. أنا أشرت صفحا لمشاكل العراق الجيوبوليتيكية التي ترى هناك، كما قلت، فيل مستند على خرطومه الذي يشاركه في اثنان، كيف للنصف مليون كيلومتر مربع أن تتنفس، وهي الدافع وراء كل المشاكل التي عاشها العراق وشقيقته الكويت والعراق والدولة الخصم إيران للظلم الجيوبوليتيكي الذي أحاق بالعراق. هذا شكل العراق الحالي، إذا ما نظرنا له من زاوية أخرى سنجده هو تقريبا الشكل الذي نجح الخليفة الناصر لدين الله في أن يعيد سطوة الدولة العباسية في أواخر أيامها على شيء من هذا. لكن هذا لو تنظر إلى الحدود الشرقية ستجد هنالك انخسافا كبيرا يأتي بالحدود إلى قرب بغداد، ويبتعد بشكل وبآخر عن سلسلة زاغروس التي هي الحدود الطبيعية بين العراق وبلاد فارس، بين عراق العرب وعراق العجم كما كان العرب الجغرافيون العرب يسمون. إذا هذه الخسفة، لو نظرنا أنه لو كانت أفضل لكي تنتهي في مضيق بايطاق على زاغروس التي هي منطقة سربيل زهاب، لكان أفضل
لكان أأمن للبلدين. لكن هذه الخسفة هي التي جعلت المشاكل محتدمة بين العراق وإيران، ولن تنتهي إلى أن نجد حل ما. ينبغي أن نجد حل ما، وكذلك مشكلة العراق الجنوبية. مثل هذه المشاكل أشار إليها أخي العزيز الدكتور هاني، التي نشبت بين اليمن وبين أريتريا على أرخبيل زقر، والذي طبعا ذهبوا به إلى محكمة العدل الدولية وحكمت بأن زقر هي ملكية يمانية. كذلك إذا ما نظرنا إلى القرن الإفريقي سنجد أن هنالك مشكلة جيوبوليتيكية أيضا محتدمة بين الصومال وبين قسم حاول أن يعني يستقل عنها بشكل غير مشروع، اللي هي جمهورية يعني بربرة أرض الصومال. دعونا نذهب شيئا فشيئا إلى باتجاه المغرب العربي، وسنجد أن هنالك مشكلة افتعلتها ليبيا في وقتها حول خليج سرت عندما ادعت ملكيته بالكامل، والتي اضطر الأمريكان إلى اقتحامه لكي يسقطوا هذه الدعوة. هنالك مشكلة كبيرة لا زالت محتدمة بين الجزائر والمغرب حول منطقة الصحراء الكبرى التي أخذها المغرب بالثورة الخضراء. وحقيقة الحال أن لو تنظر إلى خريطة الجزائر وكيف كانت، دعوني أستخدم هذا التعبير ولو مجازيا، كيف كانت فرنسا يعني كريمة معها، بحيث يعني أعطتها تقريبا قلب الصحراء الكبرى، وكيف حرمت المغرب الذي هو الكيان الوحيد الذي دخل القرن العشرين مستقلا من الدول العربية، كيف حرمته من امتداداته الطبيعية باتجاه الصحراء التي كانت تديل له، التي هي حدودها نهر السنغال والتي تشكل موريتانيا له. لكن على الأقل اقتنع المغرب بالتفاهم مع موريتانيا بأن اقتسموا الصحراء المغربية اللي هي اسمها كان اسمها ريو دي أورو، ساقية الذهب أو نهر الذهب، ريو دي أورو. والآن خريطة المغرب التي أخذها بالثورة الخضراء والمسيرة الخضراء نراها أمامنا في هذه الخريطة. طيب الآن يعني أنتقل إلى يعني بعد أن تحدث عن الجغرافيا والجيوبوليتيك والسياسات والجغرافيا، طيب ما هي تأثيرات الجغرافيا الطبيعية على الاستراتيجية ومن ثم على الجيوبوليتيك؟ الجغرافيا الطبيعية هي كل ما يصف مظاهر الأرض من جبال ومحيطات ومضايق وصحارى فإذا عندما نفسر التأثير سنجد أن هذه الامتدادات الطبيعية هي التي تخلق المعضلة التي تجعل من المهم والضروري أن نخلق سياسات لكي نحيدها. وعندما تحدثنا قبل قليل عن أن من يحكم أوراسيا يحكم العالم، والحقيقة لم يحكم العالم، يعني لم يحكمها في زمن الاتحاد السوفيتي العملاق، ولم تحكمها روسيا بعد أن خسرت الجمهوريات الإسلامية الوسطى، لكنها لا زالت حتى الآن تستحوذ على 16 مليون كيلومتر مربع من حدودها الغربية في مع أوروبا الوسطى وإلى مضيق بيرينغ وإلى حدود الصين التي يعني تمشي على طول منشوريا ومنغوليا، وخلقوا منغوليا كبفر زون بين الاتحاد السوفيتي السابق والصين، ومع ذلك لا زالت حتى الآن مشاكل محتدمة على خط الحدود الذي يبدأ من عقدة البامير، جبال البامير، وينتهي طبعا كما قلنا في يعني ينتهي إلى المحيط الهادي. ولأننا وصلنا إلى المحيط الهادي، لو سمحت دكتور خالد خريطة العالم إذا موجودة أمامك، إذا انتقلنا إلى المحيط الهادي، يعني نحن تحدثنا عن
الجيوبوليتيكيين البريين وعددناهم، لكن هنالك جيوبوليتيكيين بالمقابل بحريين، وواحد من أهم هؤلاء الجيوبوليتيكيين البحريين هو ألفريد ماهان الأمريكي بحري، والذي تحدث بشكل مسهب ومعمق عن تأثير البحار والمحيطات على العلاقات الدولية، ولديه كتاب معروف وكبير، لديه كتابات كثيرة، لكن واحد من أهم كتبه هو Introduction to Naval Strategy، المقدمة في الاستراتيجية البحرية، الذي تحدث فيها عن أهمية المحيطات والبحار في عالم الجيوبوليتيك. هنا أيضا نشأت لدينا نظرية معارضة لنظرية النظرية البرية اللي هي أوراسيا، يعني للنظرية الأوراسية هي النظرية الأطلسية. إذا عندنا الآن في الجيوبوليتكس ثم في الاستراتيجيات نظريتان تتصارعان حتى يوم الناس هذا، هي النظرية الجيوبوليتيكية البرية الأوراسية، النظرية الأوراسية، والنظرية الأخرى هي النظرية الأطلسية. والآن الطرفان كانا في اصطدام في مرحلة الحرب الباردة، والآن هما باحتكاك على أرض أوكرانيا، لأن الدافع الجيوبوليتيكي الروسي دفع بوتين لكي يندفع ويأخذ، اعتبارا من 2014، شبه جزيرة القرم، لأن لكي يخفف من واحدة من أهم مشاكل روسيا الجيوبوليتيكية، والتي هي معضلة الوصول الحر إلى المياه الدافئة. ولقد كانت لديه في حقبة الاتحاد السوفيتي أوديسا، التي هي أهم ميناء للاتحاد السوفيتي، ورئي يتنفس عبرها على البحر الأسود. بعد الاتحاد السوفيتي ذهبت أوديسا إلى روسيا، إلى أوكرانيا، وبالاندفاع الروسي الذي جرى فشل في أن يحكم سيطرته على أوديسا، رغم أنه سيطر على شبه جزيرة القرم. حسنت شبه جزيرة القرم موقفه نوعا ما، لكنها لم تحسنه بشكل نهائي، بقيت المعضلة نفسها. وحتى لو سيطر روسيا على أوديسا، تبقى روسيا محكومة باتفاقيات البوسفور والدردنين للخروج والدخول إلى البحر الأسود، رغم الاستثناءات التي حصلت عليها، والتي فيما إذا نجحت تركيا الآن في شق القناة الجديدة متجاوزة البوسفور، ستصبح المشكلة أو المعضلة الروسية مضاعفة في الوصول الحر إلى المياه الدافئة التي هي من هنا البحر المتوسط. طيب، دعونا نذهب إلى مكان آخر أيضا تعاني منه روسيا جيوبوليتيكيا. ما هو هذا المكان؟ المكان هو الشمال، الخروج إلى المحيط الأطلسي. كيف تخرج روسيا بميناءها الرئيسي على بحر البلطيق اللي هو بيتربورغ، لينينغراد سابقا، إلى المياه الحرة في المحيط الأطلسي؟ دعونا نفكر كيف ستسلك التجارة والحركات العسكرية الروسية الممر من بيتربورغ إلى أن تطلع أن تخرج عبر بحر الشمال إلى المحيط الأطلسي. انظر معي، على الطريق بمجرد أن تترك الأرمادة الروسية، الأرمادة هي العمارة البحرية، التشكيل البحري، بيتربورغ، ستكون هنالك ثلاثة جمهوريات خطيرة التأثير على روسيا، التي هي استونيا ولاتفيا ولتوانيا. هذه تسيطر على الممر الجنوبي أو على الساحل الجنوبي لبحر البلطيق. وإلى الشمال سنجد فنلندا، إلى اليمين
ثم السويد ثم النرويج. بعد ذلك عندما تنجح هذه الأرمادة من الخروج من تهديد هذه الجمهوريات، وهنا بودي أن أشير أيضا إلى معضلة جيوبوليتيكية مهمة جدا مهمة جدا، وهي منطقة كالينينغراد التي هي في الحقيقة بروسيا الشرقية تاننبورغ، والتي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وأخلاها من سكانها الألمان وأسكن بها نسبة ليس قليلة من الروس، وأصبحت عائدة يعني تابعة إلى أرض روسيا الاتحادية الآن. لكن للوصول من تاننبورغ الآن إلى روسيا الاتحادية تكررت مشكلة أو معضلة ألمانيا التاريخية، التي هي كيف أن تصل من بروسيا الشرقية، بروسيا الغربية إلى بروسيا الشرقية. عليك أن تقطع بولندا، وهذا طبعا كان سبب مهم، سبب حربين عالميتين عاشهما العالم الأولى والثانية. هنا أيضا سنجد أن روسيا الاتحادية عليها أن تصل بعد أن تحيد أوقات التهديد هذه الجمهوريات الثلاثة، والروسي الموجود في تاننبورغ لكي يدخل في كالينينغراد حاليا، لكي يدخل إلى روسيا الاتحادية عليه أن يمر على لتوانيا، عبر لتوانيا أي عبر دولة أخرى، كما هو كان الحال بالنسبة لبروسيا الغربية وبروسيا الشرقية، كان عليها أن تمر عبر أراضي بولندية. وطبعا يعني هذه معضلة كبيرة. إذا ما نجحت كما قلت الأرمادة البحرية أن تمر من هنا، عليها أن تمر في قناة ألمانية هي قناة كيلو. إذا ما مرت من قناة كيلو هنا، أما أن تذهب عبر بحر الشمال أو تستمر لكي تمر بين بريطانيا وفرنسا حتى تدخل المحيط الأطلسي. وإذا ما ذهبت إلى عبر بحر الشمال، هنالك حاجب نووي بناه الناتو بين أيسلندا وسواحل بريطانيا الشمالية، وحاجز نووي مهم. فإذا هذه معضلة الخنق التي تشعر روسيا بعدم الارتياح حقيقة، ومن حقها. أنا ضربت مثلا على العراق الذي يشابه مع الفرق بين المساحة والقدرات والإمكانيات، بس الدولة تبقى غير مستقرة بشكل كامل، ما لم تشعر بأن حدودها مترامية الأطراف مسيطر عليها. نفس المشكلة الجيوبوليتيكية هي أسباب يعني سبب رئيسي من أسباب الصراعات الدولية. نفس المشكلة الجيوبوليتيكية تعيشها الهند، برغم أن شبه القارة الهندية هي كلها هندية، والهند لديها يعني إذا ما أخذنا نظرية الأفريد ماهان لديها إطلالة حقيقية حرة على المحيط الهندي، سواء من ساحلها الشرقي اللي هو ساحل الكرمانديل اسمه، أو ساحلها الغربي اللي هو الساحل الذي يطل على البحر العربي. فإذا لكن الهند وين مشكلتها؟ الهند مشكلتها في الشمال الشرقي وفي الشمال الغربي، في شمالها الغربي مع الباكستان، عبر عدم نجاحها بالسيطرة على كشمير بالكامل، ومع في جناحها الشرقي بمشاكلها الحدودية التي لا زالت حتى الآن. أنا حقيقة أتيح لي يعني كنت سعيد جدا في أن أرى بعيني جنود الصينيين على بعد 200 متر من مواقع البيكتس الهندية عندما زرناها عندما كنا في كلية الأركان الهندية، وفي منطقة التبت وامتداداتها. ثم أن الجيوبوليتيك نفسها هي التي دفعت الهند لابتلاع مملكة كاملة كانت تشكل بفر زون مع الصين، التي هي سكيم، ولم يبقى لدي الآن من
يعني بفر زون بين الصين والهند، إلا نيبال، والهند لا تتمكن من السيطرة على نيبال، وبوتان بإمكان الهند أن تسيطر عليها، لكن الرادع العالمي هو الذي يمنعها. إذا لاحظ المشاكل التي يعني يخلقها موضوع الجيوبوليتيك. الآن نحاول أن يعني ننتقل قليلا إلى الأمام، ونحاول أن نناقش الحقيقة، ما هي بعض المشاكل المستقبلية التي ستؤثر على علم الجيوبوليتيك وتسبب إعادة استنباط نظريات جديدة يعني له. أنا بالمناسبة ومتواضع يعني أيضا سأقول لكم بعد، قبل أن أنتهي، نظرتي إلى أين يكمن مركز العالم وكيف يمكن لمن يسيطر عليه أن يسيطر على العالم. إذا ما أخذنا موضوع التغير المناخي، سنجد أن تغير المناخ قد يسبب ذوبان الثلوج، قد يسبب ظهور أراضي في القارة القطبية الجنوبية، وهنا سيبدأ كل طرف أن ينهش ما يتمكن منها. وكذلك قد يظهر ذوبان الثلوج بيئة جديدة في القطب الشمالي، ونحن نعلم بأن كل من الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية ليس بينهما إلا 8 كيلومترات في مضيق بيرنغ، وهذه 8 كيلومترات أظن أنها بها 4 أو 5 جزر. وبالعلم الحالي بالإمكان حتى بناء الجسور وربط أوراسيا بأمريكا الشمالية، الكتلة الأمريكية الشمالية التي تشكل ألاسكا الآن نقطة التماس بين روسيا والولايات المتحدة. إذن التغير المناخي سيسبب مجاعات، سبب نزوح سكان، يسبب ظهور أراضي جديدة، يسبب جفاف، يسبب فيضان. كل هذا سيؤثر على عملية إعادة نقل الكتل البشرية السكانية من مكان إلى آخر، وإعادة نقل الكتل البشرية من مكان إلى آخر يتمخض عنه مزيدا من الاحتكاك بين هذه الكتلة وتلك، سعيا لكي تؤمن هذه الكتلة أو تلك الكتلة مصالحها الذاتية. إذن هذه أيضا نقطة مهمة علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار. موضوع آخر أيضا مهم هو التكنولوجيا، التقدم التكنولوجي مع الجيوبوليتيك. الآن الذكاء الصناعي يهدد علم الجيوبوليتيك تأثيرا كبيرا، يهدده تهديدا كبيرا حقيقة، لأنه سيخلق أو يحاول أن يخلق يعني علاقات ونزاعات بشكل يعني لا أتمكن أنا ولا أنت في تصوره. يعني راح يخلق لنا، يخلي في العقل بيئة جديدة لم يكن الإنسان مستعدا لها، وهو ليس مستعد حتى الآن. ومن هنا فسيكون للتكنولوجيا والذكاء الصناعي مهم. احنا الآن عندنا يعني هنالك دولتان يعني متفوقتان في هذا المجال، وهما الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والنزاع والصراع التكنولوجي عبر الذكاء الصناعي سيتركز بشكل رئيسي بين هاتين الدولتين. الآن أحاول أن أنتقل إلى المحور الثاني، اللي هو الموقع الجغرافي وتأثيره على العلاقات الدولية في العالم العربي. لو سمحت دكتور خالد، أعدد الخريطة الوطن العربي لنا. أنا نظريتي
متواضعا طبعا، يعني لم اخلق، يعني لا داعي انني اخلق، لكن انا اقول، انا نظريتي بالذات مفادها ان الوطن العربي يمتلك في جيبه مفاتيح العالم كائنة ما كانت، ساستعرضها انا. اهم المضائق والممرات موجودة ضمن الوطن العربي: هرمز، باب المندب، قناة السويس، الممر بين صقلية وتونس، جبل طارق. طيب، من يمتلكها؟ تمتلكها الوطن العربي، الدول العربية التي عليها أن تحسن استخدام عناصر القوة المتاحة لديها عبر هذه المضايق والممرات البحرية. و من ناحية ثانية، طيب، هنالك ربما يتساءل سائل بأن يقول بأن الإبحار سيترك الوطن العربي ومضائقه ويتوجه نحو رأس الرجاء الصالح، لكنه تناسى بأنه حتى عبر رأس الرجاء الصالح عليه أن يمر من مضيق موزمبيق، ومضيق موزمبيق تسيطر عليه دولة عربية صغيرة جدا حقيقة، اللي هي جزر القمر. هذه أيضا مفتاح لممر هو يعني حقيقة موجود، ولو نظريا ولو بشكل موضوع جزر القمر. هاي واحد شيء. ثاني، أن العرب تاريخ على السواحل الشرقية لأفريقيا، وهم من أسسوا أهم مدننا التي نعرفها الآن، يعني مالندي، يعني الساحل الكيني كله، هذه كلها زنجبار، هذه كلها أساسا بناها وأسسها العرب. وقد توغل العرب عبر هذا المكان، العمانيين تحديدا في القرن التاسع عشر، ووصلوا إلى الكونغو، وادي الكونغو، ثم نفذوا بحيث تمكنوا من أن يصلوا إلى المحيط الأطلسي، وبادر الأوروبيون عندما عقدوا مؤتمر برلين في نهاية القرن التاسع عشر، وتناسوا وضع عمان وسيطرتها على هذا المكان. طيب، الوطن العربي هو عبارة عن كيان كبير تشكل الصحارى جزء كبير. طيب، هل أن للصحارى تأثير جيوبوليتيكي؟ جواب نعم. أولا، هي حاجز. العرب منذ فجر التاريخ كانوا يغيرون ويجعلون الصحراء وراء ظهرهم. إذا دائما أن أي تهديد من اتجاه الصحراء العرب قادرون على قمعه وإيقافه. لكن ماذا موجود لدى الدول العربية والوطن العربي في الصحارى؟ الصحارى مليئة بالموارد الطبيعية، مليئة بموارد طبيعية لها أول وليس لها آخر، وهذا سيضيف إلى الثروة الهيدروكربونية العملاقة التي يتوفر عليها الوطن العربي. ما طالما تحدثنا عن هذا الموضوع، سيأخذنا الحديث إلى موضوع الثروة الهيدروكربونية، وهنا أتحدث عن العراق، المملكة العربية السعودية، دول الجي سي سي كلها، الكويت، قطر، الإمارات، ثم أذهب باتجاه مصر وليبيا والجزائر، وهي كلها دول غنية بالثروات الهيدروكربونية، وتشكل الثروة الهيدروكربونية في هذه المرحلة من حياتنا تهديدا خطيرا حقيقة لهذه الدول، سواء تهديد يأتي من الجار الشمالي الشرقي اللي هي إيران وأطماعها المعروفة في الخليج العربي، أو هي الدول يعني الدول الغربية التي تحاول أن تهيمن على المنطقة للحفاظ على والسيطرة على هذه الثروات، التي هي هذه الثروات هي مفتاح السيطرة على دول أخرى قد تنافس الولايات المتحدة
وتنافسها فعلا، وعندنا هنا اثنين كل من الهند والصين. طيب، من هنا انتقل ايضا الى موضوع انه حاولت هذه الدول وهي حايره ما الذي تقوم به لكي تحافظ على انفسها؟ يعني شكلت مجلس التعاون الخليجي GCC في عام 81. هذا مجلس التعاون الخليجي بوجود العراق القوي في حقبة الحرب العراقية الإيرانية تمكن بأن يقي هذه الدول من شرور الكيان المهدد، لكن هذا GCC نفسه فشل في أن يحسم موضوع الانقلاب الحوثي في اليمن، وأخفق إخفاقات لا أعلم إن كانت هنالك إملاءات عالمية منعته. يعني لو كانت عاصفة الحزم، وأنا عندي في ورقة يمكن أشرت لها بالمصادر، هي التغيرات الجيوبوليتيكية المصاحبة لعملية عاصفة الحزم، لو كان سيطروا على الحديدة مثلا بوقت مبكر لما حصل الذي يحصل له. هذه هي أيضا نقطة علي أن أشير إليها، وهذا طبعا راح يجيبنا إلى مشكلة أخرى تسبب معضلات جيوبوليتيكية ليست قصيرة. هذه المعضلة هي معضلة الحدود البينية، الحدود البينية بين دول، وفيها مشاكل لها أول وليس لها آخر. لدينا مشكلات، مثلا كانت لدينا مشكلة طابة بين الكيان الصهيوني ومصر، وتبقى جانبان أن يذهبا للتحكيم، وحكمت محكمة العدل الدولية بأن طابة، وهذه يمكن ربما المرة الوحيدة التي ينصاع فيها الكيان الصهيوني لحكم محكمة العدل الدولية، هو لم ينصع مؤخرا إلى الأحكام التي صدرت بهذا الاتجاه. ومن المشاكل الأخرى أيضا التي يعني علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار هي مشكلة وجود الحدود السورية الدولية المشروعة على ضفاف بحيرة طبرية. يعني ننزل من الجولان المحتل ونصل إلى طبرية، وستكون الحدود السورية تبدأ من هناك، وهذه معضلة دفعت الكيان الصهيوني لكي يندفع ويسيطر على الجولان بشكل يعني عليه علامات استفهام الطريقة التي سيطر فيها على الجولان في الحربين، يعني في حرب 67 ثم في حرب 73 الذي نجحت القوات السورية للنزول من الجولان والتقدم باتجاه طبرية. الآن مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، الحدود بين الكيان الصهيوني وسوريا. من المشاكل الأخرى أيضا منطقة حلايب بين مصر والسودان، هنالك منطقة تبستي بين ليبيا وبين تشاد، وهنالك المعضلة الكبرى التي هي معضلة الجزائر والمغرب حول منطقة الصحراء المغربية. الجزائر هي ربما تكون الدولة العربية الوحيدة التي تعترف بما يسمى بجمهورية الصحراء العربية، وبسبب جيوبوليتيكي واضح أن الجزائر تريد أن تتخلص من باب من مضيق جبل طارق بأن يكون لها وجود على المحيط الأطلسي مباشرة. الآن أيضا قبل أن يعني قبل أن أختم هذا المجال بالذات، علي أن أشير إلى واحدة من مظاهر الصراع بين النظرية البحرية والنظرية البرية، بين الأوراسية والناتو، هو السيطرة على البحار. والسيطرة على البحار يعني رأيناها بأم أعيننا في الحرب العالمية الثانية، كم من الدماء سالت من اليابانيين ومن الأمريكان لإحكام السيطرة على المحيط الهادئ. وطبعا يعني الولايات المتحدة قاتلت في هذه الجزر التي سيطرت عليها اليابان في أول اندفاعاتها بشراسة لكي تعيد السيطرة عليها، وهنالك معارك خلدت يعني في أدبيات الحرب البحرية الأمريكية، ولم
تترك المحيط هذه الولايات المتحدة المنطقة إلا بعد أن سيطرت على الفلبين في حينها بشكل كامل، وعندما يعني خرجت من الفلبين يعني لديها وجود قوي في جوام، وعملت مجموعة من الترتيبات الجديدة لكي تحكم سيطرتها مقابل التوسع الصيني فائق السرعة بامتلاك أدوات القوة للتواجد في المحيط الهادئ. لكن القوة المجربة في المحيط الهادئ هم كل من اليابان والولايات المتحدة، واليابان والولايات المتحدة في هذه المرحلة هما دولتان حليفتان ومجربتان قاتلتا هنا. يعني هذا موضوع مهم جدا علينا أن نأخذ أيضا بنظر الاعتبار. دكتور خالد، كم عندي؟ لو سمحت. نعم دكتور، تقريبا ربع ساعة، الوقت مفتوح لك إذا كان أوكي، إن شاء الله أخلص في هذا الوقت بإذن بإذن الله. الله. طيب، من الأمور التي أنا أشرت إليها التي يعني تولدت عن الصراعات الجيوبوليتيكية هي مشكلة الصراع على اليمن. ومشكلة الصراع على اليمن يعني تأتي بنا إلى محطة أخرى، هو الصراع بين المملكة العربية السعودية كأكبر كيان عربي مسلح موجود في الجزيرة العربية، والجارة المزعجة إلى الشمال الشرقي من الجزيرة العربية والخليج العربي اللي هي إيران. هذا التنافس الذي لم ينفك، والذي أنا شخصيا أشعر متواضعا أن المملكة العربية السعودية لم تدرك بأن إيران تقاتل بأذرعها ولا تقاتل بدمائها. هذه أيضا حقيقة هي نتيجة جيوبوليتيكية مهمة، أنه إيران يعني لن تقاتل. يعني أنا أظن بعد الحرب العراقية الإيرانية لن تجرأ إيران على أن تقدم دماء الإيرانيين بهذا الشكل، لأن الإيرانيون قد يعني قد وصلوا إلى قناعة بأنهم لن لا يقاتلوا، ولذلك بدأت تخلق أذرع، وبالأخص في الدول الأربعة التي أتاحت لها أمريكا بشكل غادر السيطرة عليها، والتي هي العراق وسوريا ولبنان واليمن. المملكة العربية السعودية لم تدرك الحوثيين، أن الحوثيين ذراع إيراني يحاول أن يأكل من حصتها. والطريقة التي يعني يتسرب فيها الحوثيون هي الطريقة التي تتسرب فيها الولايات إيران. لدينا أقليات شيعية، اسمحوا لي أن أستخدم هذا التعبير، شيعية عربية موجودة في الخليج العربي بدءا من الكويت، التي يشكل الشيعة حوالي 16% من عدد السكان، مرورا بالبحرين الذين نسبة الشيعة فيها كما تقول الإحصاءات الرسمية بحدود 40%، ثم في قطر عدد محدود، وفي الإمارات، هنالك عدد ليس قليل. وإذا ما ذهبنا إلى عمان أيضا سنجد هنالك، وإذا ما ذهبنا إلى اليمن سنجد ليس هنالك الشيعة الاثنا عشرية الإيرانيين، لكن إيران أيضا بقدراتها الإقناعية وبراغماتيتها تمكنت من استيعاب الحوثيين الذين هم من الشيعة الزيود، الذين لم يكونوا في يوم من الأيام عدا فرع منهم سأشير إليه في صراع مع أهل السنة والجماعة. يقال أن الإمام أحمد يرحمه الله كان يصلي كشافعي عندما يكون موجود في المناطق الشافعية، ويصلي كزيدي عندما يكون في المناطق الزيدية. لم يكن هنالك ذلك الخلاف، يعني وحتى الزيود أو الزيديين هم كانوا في مكة، وكانوا مذهب العائلة الهاشمية في ذلك الوقت قبل أن يأتي العثمانيين ويتبنى هؤلاء الذين كانوا يحكمون مكة من الأشراف اللي هم حكموها تقريبا لمدة 1000 سنة متتالية.
قبل أن يتبنوا المذهب الحنفي تماهيا مع الدولة العثمانية. هنا دخلوا على مدرسة من مدارس الزيود اللي هي مثلها أو يمثلها الحوثيون في هذه المرحلة. وهذه المدرسة كانت قريبة جدا من الاثنا عشرية، وذهب الحوثي الكبير بدر الدين الحوثي، درس قرأ كذا ورجع بالفكر الإيراني حقيقة من الاثنا عشر. هذا أنا أشعر بأن المملكة العربية السعودية لم تدركه، ومن هنا وضعت نفسها بمأزق بأن هنالك من يقاتلها على حدودها، والحدود لو عبرنا من ميدي التي تشكل الحدود السعودية اليمنية ودخلنا إلى جيزان أو جازان، سنجد أن في جازان هنالك أقلية شيعية إسماعيلية يحاول الإيرانيون، خذوا بالكم، أن يوظفوها أيضا لصالحهم. وعندما يوظف هؤلاء الموجودين على الجنوب الغربي وأولئك الذين أشرت إليهم على الشمال الشرقي، ستكون هنالك مشكلة. هذه أنا أشعر بأن على السعودية أن تدركها إن لم تكن قد أدركتها سابقا. الآن نذهب إلى، يعني يأخذنا البحث إلى شأن آخر، وهو أن الموضوع خلق حالة من الحرب بالوكالة، يقاتل بها أبناء البلد إخوانهم وأشقائهم تنفيذا لإيران، تنفيذا لما يريده حقيقة المشغل الإيراني الذي هو الولي الفقيه. ونحن نرى الآن المأزق الذي وقعت فيه حتى هذه الأذرع بعد عملية أكتوبر العظيمة التي قامت بها حماس. طيب الآن خليني أحاول أن بما تبقى لي من دقائق أن أشير صفحة بشكل سريع إلى الدول العظمى، وهنا كبرى، دعنا أقول كبرى، لدينا الولايات المتحدة التي لا زالت حتى الآن الدولة الأقوى عالميا لامتلاكها لوسائل القدرة، ولدينا بالمقابل روسيا ثم الصين ولا أترك الهند. إذن هذه أربع قوى، وراح نشوف أنه اللاعب الرئيسي في الوطن العربي الآن في هذه المرحلة بعد أن حيدت مصر نفسها هو المملكة العربية السعودية. وسنرى بأن المملكة العربية السعودية هنالك إدراك جيد الآن بعد أن يعني فحصوا مدى التزام الولايات المتحدة بتعهداتها بحمايتها، فلدى المملكة العربية السعودية الآن معرفة جيوبوليتيكية جيدة جعلتهم ينفتحون على الصين بشكل رائع، وعلى بشكل رائع ورائع حقا حتى من ناحية القدرات والتسليح. المصدر الرئيسي للصواريخ العابرة التي تمتلكها المملكة العربية السعودية هي الصين، وعلى روسيا لديها علاقات ممتازة وجيدة مع روسيا، ومع الهند. ولأنه أشرت أنا إلى الهند وأشرت إلى روسيا وأشرت إلى الصين، يعني خليني أحكي على اتفاقية شنغهاي ثم أذهب إلى البريكس، لأن هنالك دولتان مهمتان حيويتان ذواتا تأثير. بدأت المملكة العربية السعودية بإنشاء أو نسج علاقات جيدة مع اللي هي البرازيل وجنوب أفريقيا. طيب هذه الولايات المتحدة هل ستترك المنطقة هكذا؟ الجواب طبعا احنا شفناه بالمرحلة الأخيرة حينما أطبقت الولايات المتحدة بكل قدراتها البحرية
على المنطقة من مختلف نهاياتها وأجهزتها. إذن الأطماع الأمريكية في المنطقة ومحاولة مسكها والهيمنة عليها مستمرة. ولا يغرنا إنسان أن يقول أن يتحدث عن ترامب وعدم ميله للحروب، أو عن الديمقراطيين ومشكلتهم التي يعيشونها الآن الولايات المتحدة استراتيجيا وتماهيا مع استراتيجية الناتو، يعني الجيوبوليتيك المحيطي البحري، لن تترك هذه المنطقة نهبا لآخرين. نفس الشيء نرى أن الاستراتيجية الناعمة والقوى الناعمة التي تستخدمها الصين أيضا تجد لها صدى لدى المملكة العربية السعودية، وكما قلت أن هنالك تعاون ممتاز. والشيء الأخير هو الهند وتنافسها مع الصين عبر الطريق الاستراتيجية الروسية. من هذا يعني نقول أنه يعني إذا لما العرب دا يعرفون أنه هذه هي معضلتهم الجيوبوليتيكية الكبرى، هي المعضلة الجيوبوليتيكية. وأنا أقول متواضعا بأن الوطن العربي وليس غيره هو قلب العالم، نتيجة للأشياء التي أشرت إليها، ونتيجة لشأن آخر. الشأن الآخر هو أن هنالك التصاق جغرافي بين الوطن العربي وأوروبا، وهذا هو سر المعضلة. أنا متواضعا تناقشت مع هذا عن هذا في عام 2017 مع فوكوياما، وسألته سؤال هكذا مجرد في مؤتمر مركزنا هنا. سألته قلت له: يا دكتور فوكوياما، هل بإمكانك أن يعني توضح لي من هو الأخطر الآن على الولايات المتحدة تحديدا؟ مثلا هل هي كوريا الشمالية أم مصر؟ طبعا هو قال كوريا الشمالية. طيب لما لا نجد حالة العداء الذهنية لدى الغرب حيال هذه كوريا الشمالية؟ ولما نجد حالة العداء الذهنية الموجودة لدى الغرب حيال أي بلد عربي؟ وهنا أنا أطرح متواضعا الذي كتبته أنا فعلا، أن نظرية الالتصاق الجغرافي بين العراق والوطن، بين الوطن العربي وأوروبا، هي سر ومعضلة المشاكل التي تحتدم حقيقة من زمن ماركو. يعني دعنا نقول يعني هانيبال منذ ذلك الزمن، يعني هانيبال الرجال طلع، بقول هو عربي يعني فينيشيان كان عاني عربي، يعني طلع من تونس ومشى عبر مضيق جبل طارق، وفر لف كبيرة، واجه في أول عملية إحاطة غير مباشرة في التاريخ أطبق على روما منذ ذلك الوقت. هذا هو الصراع المحتدم بيننا نحن العرب، سواء كنا عربا الآن أو كنا فينيقيين أو كنا أيا كان، وبين الدولة الكيانات الموجودة إلى الشمال منا، اللي هي حقيقة معضلتنا كانت مع روما بشكل رئيسي عندما أصبحت هي الإمبراطورية العظمى في العالم، وبدأت تشعر بالتهديد تجاهنا وجت احتلتنا لهذا السبب. ثم توالت هذه الحالة عندما عبر طارق بن زياد، وعندما وصلنا إلى بيريني، إلى بلاط الشهداء وجنوب فرنسا. هذه المعضلة لا زالت محتدمة، وهذه المعضلة يحكمها كل من النظرية الأوراسية والنظرية الأطلسية بنفس الوقت. إذا نحن، أنا أرى بأن النظرية الثالثة لا هي أوراسية من جهة ولا هي أطلسية من جهة أخرى، هي النظرية التي تقول بأن الوطن العربي جيوبوليتيكيا هو قلب العالم للأسباب والمبررات التي قلت لكم حولها. أنا سأتوقف هنا، أرجو أن أكون قد أوفيت بما هو مطلوب مني، وأعتذر إن كان مريت على شيء لم يكن واضحا، وإذا ما أتتني منكم أسئلة في زمن ما سأكون مسؤولا أو جاهزا للإجابة عليها.
أشكركم جزيل الشكر على استماعكم، حسن إصغائكم، وأشكر المركز العربي الديمقراطي العربي في برلين على إتاحته هذه الفرصة لي للحديث، وبودي أن أتقدم بشكر الجزيل للأخ العزيز الدكتور خالد على ما عانى معي نتيجة الإشكال الموجود في اللابتوب تبعي، وشكرا جزيلا. كل الشكر دكتور على هذا التقديم المحتوى المتميز العلمي، بارك الله فيك وحفظك، ونتمنى لك دوام التوفيق والتقدم، تشرفنا بك.